الأمة مرت بمثل ما تمر به هذه الأيام، ولا أكون مبالغا إن قلت أن ما مرت به قد يكون أسوأ مما تمر به الآن، أسوأ مما تمر به الآن. ولذلك قلت ما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه الليلة بالبارحة. لا يعني هذا الاستكانة والاستسلام للواقع، ليس هذا من شأن المسلم. الاستسلام للواقع والاستكانة والخور والضعف هذا من شأن الأقزام لا الأعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل هذا اللقاء المبارك الذي أكرمنا الله تعالى به لنرى هذه الوجوه المؤمنة وهي مجتمعة تحت سقف بيت من بيوت الله سبحانه، وفي سوق من أسواق الآخرة، وفي روضة من رياض الجنة، في هذه الليلة السعيدة، ليلة الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأدعو الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وهذا الاجتماع وفي هذا اللقاء المبارك، وأن يجعله اجتماع خير وبركة وفائدة واستفادة وعلم وتعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان اللقاء أيها المؤمنون: ما أشبه اليوم بالأمس. وقبل أن نتحدث عن هذا العنوان، أبدأ الحديث بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبقوله سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قاعدتان قرآنيتان من القواعد القرآنية التي إن لو تدبرها المسلمون وعملوا بها لتغير حالهم إلى الأفضل وإلى الأحسن. كيف لا؟ والقرآن هو الرحمة، وهو الشفاء، وهو الهدى، وهو الموعظة، وهو النور، وهو البرهان، وهو المنهج الأقوم والأعدل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلاح هذه الأمة لا حال هذه الأمة لا يصلح إلا بالقرآن، كما صلح أو حال أول هذه الأمة. هاتان القاعدتان، القاعدة الأولى من قول الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير إلى الأحسن وإلى الأفضل يبدأ من التغيير الداخلي للإنسان، فرداً أو جماعة أو أمة. مسيرة البشرية، المتتبع في مسيرة البشرية والناظر في حال البشرية
يجد أن هذه المسيرة، أي المسيرة البشرية، هي مزيج خليط من النجاحات والإخفاقات، ومزيج من الانتصارات والانكسارات، هي بين تقدم وتأخر، وبين قوة وضعف، وبين علو وانخفاض، وهكذا هي الحياة. ولا ريب أن المسلمين هم بشر، فيجري عليهم ما يجري على البشر من سنن الله تبارك وتعالى، يجري عليهم ما يجري على بقية البشر من سنن الله تبارك وتعالى. فتغيير الحال، حال هذه الأمة وصلاح هذه صلاح الأمة، يتحقق بصلاح برجوعها إلى القرآن. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي العزة في غير الإسلام أذله الله، يعني وقع عليه الذل، أذله فعل ماضي. هذا سنة، هذا قانون إلهي. فالإنسان أي منا إن حصل له إخفاق في أي شيء، في أي محطة، يجب عليه أول ما يجب عليه أن لا يبحث عن سبب هذا الإخفاق من خارجه هو، يعني ما يبحث عن سبب هذا الإخفاق من الآخرين. يجب علينا أن نبحث عن سبب الإخفاق من أنفسنا أولا. كل واحد منا إن حصل له إخفاق، أي كان إخفاق، حتى إخفاق في الدراسة، تعثر مثلا، حصل له درجات قليلة إلى آخره، كثير من الناس مباشرة يقول لك الأستاذ، يلقي المعلم مثلا، أو يقول الامتحان جاي صعب، وكأنه يخفف عن نفسه المسؤولية. لكن عليه، طيب لماذا الآخرين ما قايل لهم الامتحان صعب؟ زملاء، المعلم هو المعلم، والاختبار هو الاختبار، لماذا جاءه الاختبار هو صعب؟ الإخفاق من سبب من هو؟ كان عليه أن يبحث عن سبب الإخفاق أو التعثر أو الخلل، يبحث عنه من نفسه هو. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتغيير الإنسان نفسه من الشر إلى الخير، وممكن يغير نفسه والعياذ بالله من الخير إلى الشر. فإن غير نفسه من الشر إلى الخير أكرمه الله بالسعادة والطمأنينة والسكينة والفوز، وإن غير نفسه من الخير إلى الشر استحق الشقاء والعياذ بالله، أليس كذلك؟ الله عز وجل خلق الناس جميعا على الإيمان، الناس جميعا فطروا على الإيمان، خلقنا جميعا على الإيمان بالله، كل مولود يولد على الفطرة، فأباواه يهودانه أو ينجسانه أو ينصرانه. بعد ذلك تتلوث هذه الفطرة بالبيئة، إن كانت البيئة متلوثة، البيئة التي يعيش فيها، وأول ما يتأثر بأقرب الناس إليه وألصق الناس به، هما إيش؟ الوالدان. قال فأبواه، ما قال معلمه، المعلم بعد ذلك يأتي، قال أبواه، أمه وأبوه، لأنه هؤلاء أقرب الناس إليه وألصق الناس به.
فهو ينظر إليهم ويسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون. فالإنسان فالناس الذين تعفنت فطرهم بعد إن كانت فطرة إيمانية، هنا الآن هم غيروا ما بأنفسهم، لأن الله أودع في أنفسهم الإيمان، فغيروا هذا الإيمان، يعيشون في ضنك في شقاء. إذن أولا التغيير من الإنسان، وهو قادر على أن يتغير من الشر إلى الخير أو يقدر من الخير إلى الشر والعياذ بالله، وهذا هو التكليف، هذا هو التكليف، والجزاء يكون من جنس العمل. الأمر الثاني، إن حصل للإنسان أي إخفاق كان، أول ما يبحث عن سبب هذا الإخفاق يبحثه من نفسه، ما حاله، كيف حاله، ماذا يفعل، ماذا يقول، من يصاحب، كيف يقضي يومه، كيف مع أهله، مع أمه، مع أبيه، مع إخوانه، كيف الإنسان مع زوجه، كيف مع أولاده، يشوف نفسه، كيف مع زملائه في العمل، أصدقائه، كيف مع إخوانه في المسجد، كيف هو مع المجتمع. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بنفسه، الإنسان اجتماعي، يتأثر ويؤثر، يتفاعل مع الناس، لذلك يبحث عن نفسه، عن السبب. القاعدة الثانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام لا تبقى على وتيرة واحدة. الدول سميت دول، ما سميت دول إلا لأنها متداولة، يتداولها الأفراد، الناس فرداً أو فئة، متداولة، يتداولها فلان، تنتقل إلى فلان، تنتقل إلى فئة، وهكذا. تلك الأيام نداولها بين الناس، الحياة بطبيعتها لا تقر على قرار، حتى حياة كل واحد منا، حياة كل واحد منا متقلبة بين فرح وبين حزن وبين فقر وبين غنى وبين ضعف وبين صحة وبين سقم إلى آخره. هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الإنسان بنفسه وحقيقة البشرية كلها، لأننا خلقنا لنعبد الله، لنقوم بواجب الاستخلاف في الأرض. هذا ابتلاء، هذا اختبار، هذا تكليف لنا، ليجد الإنسان جزاء ما قام به في هذه الحياة. هذه الحياة ميدان عمل، مضمار عمل، ولكل عمل ثمرة، وطبعا العمل هو ثمرة جهد يبذل الإنسان، العمل ثمرة جهد، والعمل له ثمرة أخرى، وتلك الثمرة تكون من جنس ذلك العمل. يعني بمعنى، من زرع وردا جنى وردا، أليس كذلك؟ ومن زرع شوكا جنى شوكا. إذن من عمل خيرا وجد خيرا، ومن عمل شرا وجد شرا والعياذ بالله. نعود إلى العنوان، ما أشبه اليوم بالأمس؟ اليوم يراد به الحاضر الذي نعيشه، ما المراد اليوم 24 ساعة، يراد به الواقع الذي نعيشه، الحاضر الذي نعيشه بكل أحداثه وبكل ما فيه، بأفراحه وأوجاعه.
بآماله وأتراحه. والأمس الماضي، الأمس ماذا يراد به؟ الماضي. فما أشبه اليوم بالأمس. هذه عبارة كثيرا ما نرددها وكثير ما نسمعها، ومعناها ببساطة أن واقع الماضي أو واقع الحاضر هو واقع الماضي، يعني كأنه حال الماضي وحال الحاضر قائم لا يتغير. ما هي الفرق بينه؟ وهذه العبارة مأخوذة من مثل عربي قديم شهير، عبارة هي جزء أو شطر بيت من قصيدة لطرف ابن عبد بطرف ابن العبد التغلبي، هذا شاعر جاهلي. طرف ابن العبد أدخل السجن لأمر ما، وتخلى عنه بنو تغلب قومه، تخلوا عنه ما له نصير، حتى قومه تخلوا عنه وعاش وحيدا. وكان في سجنه تأتي عليه الليالي والأيام تشبه بعضها، فأنشد قصيدة في سجنه كان منها ما أشبه هش الليلة بالبارحة. هذا المثل الشهير، أصبحت هذه بعد ذلك هذه العبارة ما أشبه الليلة بالبارحة أصبحت مثلا شهيرا يستخدمه العرب، بمعنى أن الأمور كلها شبه بعض، تشبه بعض، الليلة والبارحة بعد اللي بعده وهكذا. والآن لو نظرنا إلى هذه العبارة ونظرنا إلى حال هذه الأمة، ما حال هذه الأمة؟ هذه الأمة الآن تعيش وتمر يعني بأسوأ مراحل تاريخها، من مراحل تاريخها الطويل، من لا أقول أسوأ لأنه قد يأتي شيء أقتر، العلم عند الله، لكن أقول من أسوأ مراحل تاريخها الطويل. الأمة الآن لا تحسد على حالها، أمة الإسلام، وحالها معلوم لدى الصغير والكبير ولدى المسلم وغير المسلم، خاصة في هذا الوقت الذي لا حواجز بين البلاد كلها في العالم، مش حواجز، كان زمان قد تصل المعلومة وقد لا تصل، لأن ماشي وسيلة إيصال مثل الآن. الآن كله في ساعته يصل كل بقاع الدنيا، وموثق بالصوت والصورة والكتابة، أليس كذلك؟ فحال الأمة الآن حال لا يخفى على أحد، حال لا تحسد عليه. فرقة، انقسام، تمزق، وتكالب الأعداء، وضعف ما بعده ضعف،
عجز، حتى أن هذه الأمة لا تقوى على إغاثة الملهوف بإدخال غرشة ماء لأهل غزة، أليس كذلك؟ هذا ضعف، ضعف خور أم هما تماهٍ أو تآمر؟ قد يكون عند من البعض بسبب الضعف والخور، والبعض قد يكون تآمر، ليس ببعيد، لأن المتآمرين موجودين في كل مراحل تاريخ هذه الأمة، وهذا لا بد من أن يكون الناس على علم به. يعني ما شيء عجب أن تجد متآمرين على المسلمين من أبناء المسلمين، لا عجب في ذلك، فهذا أمر معروف ومعهود في كل المراحل. اقرأوا التاريخ تجدوا هذا، ليس جديدا. الأمة تسفك دماؤها، أبرياء، مجازر دموية، وتنقل ويعني ويأتي بها ويفعلها العدو علانية جهارا وبكل صلف وغرور، ومقابل ذلك ضعف وخور وانحناء. هذا هو حال الأمة. والسؤال، هل مرت هذه الأمة بما تمر به الآن من قبل؟ يعني هل هذه الأمة، هذا الواقع المر الآن، مر مرير، هل مرت بمثل هذا الحال في الماضي أم لم تمر؟ يعني هل هذا أول مرة تمر به هذا الظرف، هذا الظرف المر المؤلم، أم هي مرت به سابقا؟ الأمة مرت بمثل ما تمر به هذه الأيام، ولا أكون مبالغا إن قلت أن ما مرت به قد يكون أسوأ مما تمر به الآن، أسوأ مما تمر به الآن. ولذلك قلت ما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه الليلة بالبارحة. لا يعني هذا الاستكانة والاستسلام للواقع، ليس هذا من شأن المسلم. الاستسلام للواقع والاستكانة والخور والضعف هذا من شأن الأقزام لا الأعلام، أما المؤمن فهو قضاء الله وقدره، عليه أن يقوم بما أمر به، وما أمر به يأتي به وفق استطاعته، ما أمر به يأتي به وفق استطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمرتكم بشيء وأمره هو أمر من الله، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله، قال إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا. وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم لا يصح أن يكون أن يستسلم ويكون ضعيفا، ليس من سيم المؤمن، إنما عليه أن يقوم بما يستطيع ويكون قد أدى ما يمكن أن يقوم به، أقل ليعذر أمام الله عز وجل، ليعذر.
لو أخذنا أيها الإخوة المؤمنون حال الأمة، نأخذ مرحلة من مراحل التاريخ، تاريخ هذه الأمة، من مرحلة من مراحل هذه الأمة في أواخر الدولة العباسية، واختيار الدولة العباسية لأنها دولة تشمل معظم أراضي العالم الإسلامي في ذلك الوقت، إمبراطورية مترامية الأطراف تضم أراضي شاسعة وتضم شعوبا مختلفة، العربي والعجمي، خليط من البشر، ودولة مترامية الأطراف امتد سلطانها وقويت شوكتها واتسعت رقعتها وتعددت أقاليمها. ما حالها في أواخر عهدها؟ أصبحت دولة ممزقة، دولة تفرقت وتقسمت إلى دويلات وإلى إمارات صغيرة وإلى دويلات، وهذه الإمارات والدويلات هي ضعيفة ومتناحرة فيما بينها، ضعيفة ومتناحرة فيما بينها، يعني باسهم بينهم شديد، والعدو المتربص بهم يتفرج ويؤجج نار الفتنة والخلاف والانقسام بين المسلمين في ذلك الوقت. طبعا هذا ذلك التفرق الذي حصل هو ليس وليد يوم، هذا بعد فترة، يعني بدأ يدب في الدولة الضعف وتصاب بالمرض والوهن، ويأتي عليها شيئا فشيئا إلى أن تداعيت، ولم يبقى لآخر خليفة من بني العباس، لم يبقى له سلطان إلا على بغداد فقط. وبغداد هذه كانت إيش؟ عاصمة الدولة العباسية. معنى ذلك أنه تقلص سلطانه، وأراضي دولته قد هش نزعت من تحت سيطرته، ما يملكها، وانقسمت إلى دويلات، على رأس كل دولة رجل أو فئة، وفيما بينهم بأسهم بينهم شديد. طيب، العدو المتربص من كان في ذلك الوقت؟ العدو المتربص كان التتار الذين جاءوا من آسيا شرق، ما يسمى وراء النهر، حتى قال بعضهم عن أولئك النفر إنهم يأجوج وماجوج، وهم ليسوا كذلك، كانوا التتار كانوا همجا وكانوا متوحشين إلى أبعد الوحشية، كالصهاينة الآن. كانوا ليس همهم إلا التدمير والإبادة والحرق والهلاك والإهلاك والفساد والفساد، كل ما يكون أمامهم من حجر أو بشر أو شجر أو مدر ما سلم من شرهم. فجاءوا من تلك الجهات وأسقطوا، جاءوا من الحدود الشرقية للدولة العباسية، وسقطت على
أو في أيديهم الدولة الخوارزمية، لأن قلنا الدولة العباسية بدأت تتفرق إلى دويلات، خوارزم مدينة خوارزم أصبحت دولة في ذلك الوقت، تسمى الدولة الخوارزمية، فاجتاحوها بقيادة كنكيس خان متوحش، وما دام هو متوحش أكيد اللي معه متوحشين مرة، وعملوا العمائل يذبحون المسلمين كما تذبح الخراف في الطرقات. خل اترك عن الممتلكات والأبنية وغيرها والمزارع، هذا الأرواح. وتقدموا شيئا فشيئا حتى وصلوا بغداد عاصمة الدولة العباسية، وكان آخر خليفة لابن العباس يسمى المستعصم بالله، وهو ليس من الاستعصام بالله في شيء، لكن ألقاب وأسماء، المستعصم بالله. المستعصم بالله هذا آخر خلفاء بني العباس، الآن ليس له يد إلا على بغداد، ومملكته خلصت من زمان دويلات. طيب وما كان حاله؟ لما اجتاح التتار بغداد ايش يتصور الواحد منكم ايش كان ردة فعله الحاكم ذا؟ الآن عاصمته يجتاح ايش؟ تتار، وحوش كاسرة، وسيفعلون كما فعلوا بالديار السابقة، ايش كان ردة فعله؟ طبعا ربما بعضه يقول مواجهة، يقف وقفة رجل واحد امام هذا الزحف، على الاقل يرد عن عاصمته، عن بغداد بس. الرجل كأن الامر لا يعني، تدك عاصمته، وفي تلك اللحظات تدك عاصمته، وعندما سقطت وقبض عليه كان في مرقص يراقص ويداعب فتاة اسمها عرفة. بالله عليك حاكم، هذا الحال، قبض عليه في مرقص، ويسمى المستعصم. قبض عليه المستعصم يداعب مجاعة، بالله عليكم يداعب فتاة وعاصمته تدك، ما هذا؟ في خير هذا؟ وينتظر منه خير؟ وأخي قبض عليه، ما مصيره؟ القتل. لكن كيف قتل؟ سيقتل بطريقة مهينة كما هو الآن يفعلون بمن يعارضهم الكفار. أدخل في جولق، قبض عليه وأدخل في جولق، جولق يعني جونية، كيس من الخيش، سميه احنا جونية، ها، وربط الجونية، وأخذوا يرفسونه بالأرجل، يركلونه كما تركل الكرة، ومات ذلك المستعصم أو آخر حكام بني العباس، مات رفسا بالأرجل داخل جونية. ها؟ شوف، وعاث
بن التتار في بغداد وحده 40 يوما يذبحون المسلمين، 40 يوم ظلوا يذبحون المسلمين ولا مواجهة ولا مقاومة، ضربت عليهم الذلة حتى وصل الحال أن أحد التتار يجد مجموعة من الرجال المسلمين وما يكون عنده سكين أو شيء من السلاح ويقول لهم انتظروني في هذا المكان سأتي بسكين لذبحكم، وينتظرونه في مكانهم ولا يتحركوا إلى أن يأتي ويذبحهم واحد تلو الواحد كما تذبح الخراف. حال سوء، شوفوا الناس أمة انتهت في ذلك الوقت. أنا وجثث القتلى في الطرقات تعفنت، حتى أن هذه كتب التاريخ تذكره، وبإمكانكم تبحثوا الآن المعلومة في الوسائل، لكن في كتب التاريخ موجود هذا. الروائح، روائح الجثث لما تعفنت الجثث في الطرقات كانت تشم من بلاد الشام، وصلت الرائحة العفن إلى بلاد الشام تحملها الهواء. تصور كم من الأنفس، ما مئات، كم من المئات الآلاف. وبعد ذلك وأيضا مما فعلوه التتار دمروا أعظم مكتبة في ذلك الوقت، بيت ما يسمى ببيت الحكمة، وأخذوا الكتب، آلاف الكتب، وألقوها في الدجلة والفرات حتى تغير ماء دجلة والفرات إلى لون الحبر. آلاف الكتب، آلاف الكتب. وسبحان الله، يعني بقيت الجثث هكذا كما قلت لكم. أرسل الله عز وجل سيلا، أمطار غزيرة سالت الأودية وكذا وجرفت الجثث كما تذكر المصادر، جرفتها إلى دجلة والفرات، وإلا تظل مكانها. هذا حال الأمة في ذلك الوقت. وبعد ذلك تقدم التتار إلى بلاد الشام، وسقطت الممالك الأيوبية أو الإمارات الأيوبية، سميها ما شئت، أيضا المتناحرة، الإمارة تلو الأخرى سقطت على في يد التتار، والمسلمين ما لهم، ما يقدروا يقاوموا، حتى مقاومة بسيطة. ما أقول وصل بهم الأمر أن الرجل التتار يقول انتظروني هنا أجيب السكين أذبحكم، ويجلسوا مكانهم ينظروا. أظن بعد الماء يعني تكرموا البهيمة، ما تعمل كذا هتطير، ضعف ما بعد ضعف هذه الأمة. لكن هذه الأمة أمة لا تموت إن ضعفت، أمة لا تموت، أمة حية وإن ضعفت، وأمة ولادة ما عقيم. فبدأت النفوس تستيقظ، وبدأ أهل الفضل والصلاح من يهيئ هذه النفوس للمقاومة والجهاد شيئا فشيئا، إلى أن بدأت المقاومة وارتفعت المعنويات وعلت روح الجهاد وتغيرت أحوال الناس. فبدأوا وهم يدفعون الثمن، الآن يدفعوا الثمن، ثمن المقاومة وليس ثمن الضعف، لأنه إن لم يقاوموا فقد أصلا فعل بهم من قبل،
ليس هنا لا حل مع العدو إلا مواجهته بالسلاح، غير كذا كلها فاشلة من الوسائل. أي عدو؟ فبدأت المقاومة شيئا فشيئا تأخذ صور عديدة، بدأوا يستردوا أنفاسهم، دخلوا معهم في معارك. الآن معارك مع من؟ مع التتار والمغول، معارك عديدة، كل معركة تقرب إلى المعركة التي بعدها، وباقترابها أو بإنجاز معركة ما يقترب موعد النصر، يعني يكون النصر مراحل، محتاج أنه قطع هذه المراحل إنجازها معركة معركة، حتى كللت تلك المقاومة وتلك المعارك بالمعركة الشهيرة التي هي معروفة في التاريخ، معركة عين جالوت. وكانت هذه المعركة بقيادة السلطان قطز من المسلمين، وبقيادة التتار والمغول رجل اسمه هولاكو، قائد هولاكو. وكانت قاصمة الظهر للتتار والمغول، حتى بعد ذلك المغول تحولوا إلى مسلمين سبحان الله لسر في الإسلام. وهذه المعركة تدرون أين وقعت؟ على أي أرض وقعت؟ هي معركة عين جالوت. أتدرون أين وقعت؟ ما الأرض التي وقعت فيها عين جالوت؟ هي فلسطين، وقعت على أرض فلسطين، وستقع وتحدث معركة التحرير على أرض فلسطين. إذن لا بد من دفع الثمن، ولا بد من ربط المسلم بربه، فإذا ربط المسلم بربه تحقق ما يصبو إليه المسلم، لكن لا بد من الثمن. فلا عجب من دفع الثمن. بعد ذلك من ضمن المراحل أيضا الأمة في العصر الحديث قال استعمار، ما يسمى بالاستعمار العصر الحديث، العالم العربي العالم الإسلامي وقع تحت استعمار، استعمار الفرنسي، استعمار البريطاني، استعمار الإيطالي، الاستعمار الألماني، أليس كذلك؟ درسنا في كتب التاريخ، ما مادة التاريخ ما كذا؟ وقعت الدول، قسم العالم العربي، قسمت العالم الإسلامي، استعمرت. وكانت المقاومة وكان الجهاد في البلاد العربية حتى نالت الدول العربية استقلالها، وما بقي من الدول العربية من حيث الاستقلال إلا فلسطين، والتي ستتحرر قريبا وتستقل بأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم أسباب، سيهيئ الله الأسباب، وهؤلاء الرجال هم قدر الله وقضاؤه لتحرير فلسطين، واستحرر فلسطين. الشاهد لا ييأس أحدنا، ابعدوا كل البعد اليأس والإحباط. نعم الواقع مر ومرير، لكن الحذر الحذر من الإحباط واليأس، من القنوط واليأس. القنوط واليأس هذا ليس من صفات المؤمن. مؤمن واثق بنصر الله وبوعد الله وبأن الأمور كلها تسير بأمر الله وتحت يد الله عز وجل، نؤمن بهذا؟ أهناك غالب لله؟ ها؟ حاشا، نؤمن بوعد الله
الإحباط، القنوط واليأس، هذا من صفات الكافرين والضالين، من صفات الكافرين والضالين، كما يقرر القرآن بنص الكتاب العزيز. الله تبارك وتعالى قال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالضالون والكفار هم الذين يصابون بالقنوط وبالياس، أما المسلم لا، يجب أن يكون متفائلا، تفاؤل مبني على الإيمان بالله، الإيمان بوعد الله وبنصر الله تبارك وتعالى. أما مسألة دفع الثمن فهذا أمر لا بد منه، كل ما كان الشيء غاليا كلما كان ثمنه عاليا، هذا أمر معهود. يعني الشيء الغالي اللي له قيمة، حتى في عالم التجارة تشتري شيء ما، غرض أي غرض ما، هل تشتري الغالي؟ بماذا تشتريه الغالي؟ بثمن إيش؟ يقول إذا تبغى تعرف السلعة عرف قيمتها. يعني لما تريد تعرف البضاعة، حقيقة البضاعة، شوف إيش قيمتها. أتجد تكرم نعال بريال ونعال بعشرين ريال، موجود في السوق؟ موجود في السوق. اشتري ما تقدر، تشتري نعال بريال انت لابس نعال، اشتريت بعشرين ريال انت لابس نعال، لكن تختلف نعال للريال عن الريال عن نعال لعشرين. هذه غالية، لها صنعة ومواد وإتقان، يعني بون العشرين لابد أن يكون ثمنها أعلى. فالشاهد أن كل شيء يكون غاليا ها يكون ثمنه ماذا؟ باهظا عاليا. طيب، وهل هناك أغلى من الدين، من الإسلام؟ هل هناك أغلى من المقدسات؟ هل هناك أغلى من القرآن؟ هل هناك أغلى من الأوطان؟ ديار المسلمين يجب إذا تعرضت بسوء يجب على المسلمين جميعا أن يستردوا تلك الأرض ولو كانت شبرا. نعم، هذا الوجوب يبدأ من سكان تلك الأرض، فإن لم يتمكنوا فينتقل الوجوب إلى جوارهم، وإن لم يتمكنوا ينتقل الذين بعدهم، وقد يعم المسلمين مسلمي الأرض جميعا من حيث التكاتف. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصر أخاك كما قال صلى الله عليه وسلم ظالما أو مظلوما، ظالما نمنعه من الظلم. لما سأل الصحابة يا رسول الله نعرف كيف ننصره مظلوما، نعينه على رفع الظلم عنه، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ بيده، أن تمنعه عن الظلم، الظلم ظلمات. هؤلاء يتجب نصرتهم إخواننا، هم مسلمون ومحاصرون ويبادون ويستغيثون. هل يصح للأمة أن تكون متفرقة والمسلمين أن يكونوا متفرجين وهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما؟ من استطاع أن يفعل شيئا ما ولم يفعله يكون مقصرا، يكون مقصرا. فهذه حال الأمة،
حال الأمة، وإن كان حالها هذا المر لكنه فيه خير إن شاء الله، وموعد النصر قد اقترب، وعما قريب بإذن الله تعالى سيتلى بيان النصر. والمعركة معركة بحاجة إلى صبر وإعداد، وما حدث من طوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى هي بداية للمعركة الأخيرة لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، كل فلسطين، ما اسمها حلول، حل دولتين وحل كذا، ما شيء، الحل هو إخلاء المغتصبين وترحيلهم من تلك الأرض إلى البقاع التي جاءوا منها، وعودة أهل تلك الأرض إلى أرضهم، هذا هو الحل، وإلا غير هذا الحل فهو إن قلنا فيه شيء يكون عبارة عن مسكن بس، مسكنات إلى وقت ما، لأن المرض لا يشفى بالمسكنات، المرض لا يشفى بالمسكنات، أي مرض، إنما يشفى باستئصال أسباب المرض، يشفى الإنسان من مرضه باستئصال أسباب ذلك المرض، فإن تم استئصال تلك الأسباب تحقق الشفاء، وإلا أخذ مسكنات ومهدئات هذا هو قد لا يشعر بالألم، لكن الألم موجود ولا ما موجود؟ موجود، وقد يستفحل، يعني ينتشر أكثر وأكثر وهو لا يدري، لأنه ما شعر بالألم، وممكن أيضا يوم من الأيام على هذا ذلك المسكن ما ينفعه، روح الطبيب يغير له مسكن ثاني مثلا. فعملية المسكنات هذه ليست حلولا، الحل التخلي والتحلي، يرحل الغاصبون ويعود الحق إلى ويعود أهل الحق إلى أرضهم، فترجع الأمور إلى نصابها، هذا هو الحل، وهذا هو ما سيحدث إن لم يكن عاجلا فعاجل، هذا أمر الله عز وجل. واقرأوا التاريخ، كل التاريخ، هل سمعتم أن محتلا غادر الأرض التي احتلها برضا؟ هل غادرها برضا أم غادرها رغم أنفه بقوة؟ وهل سمعتم أن محتلا استمر في تلك الأرض ولم يرحل؟ ما حصل. إذن هؤلاء المحتلون شذاذ الآفاق الذي جاءت بهم دول الاستكبار لشرعنة احتلال فلسطين، وليكونوا حراسا لهذا الاحتلال نيابة عن دول الاستكبار، سيرحلون رغم أنوفهم وأنوف من أتى بهم وأنوف من تآمر معهم على المسلمين وعلى القضية الفلسطينية، فسيبقى الحق حقا، لكن محتاج الحق إلى رجال، وللحق رجال يسطرون الملاحم. الصهاينة ومن معهم أجبن خلق الله لا يستطيعون على المواجهة أبدا، ما يفعلونه من تدمير وكذا تعرفون، هذا من شان المفسدين المجرمين، وهذا دليل الانهزام والفشل. الآن الصهاينة فاشلين منهزمين، أصيبوا بصدمة وجنون، لذلك هم لا يعرفون ماذا يفعلون،
لكن المواجهة أبداً لا يستطيعون، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ما على المسلمين إلا أن يصلحوا حالهم مع الله، فإن أصلحوا حالهم مع الله أصلح الله حالهم ورد لهم مجدهم وعزهم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نختم حديثنا بقول الله سبحانه ليكون مسك الختام: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافينا واعف عنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والخلاص في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير الدنيا ونعيم الآخرة، ونعوذ بك من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي عموم فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم سدد رميهم وصوب سهامهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وقو عزائمهم وأنزل عليهم السكينة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم وانصر من نصرهم وأعانهم، واخذل من خذلهم وتآمر عليهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.